عرف التركيب الجيني، وهذه قضية الآن من الناحية العلمية سهلة وممكنة ومعروفة، ومقارنتها بالكائنات الموجودة في المنطقة بحيث تكون أقرب إلى أي من هذه الكائنات لتحديد هل هذه هي طفرة، هل هذه هي تهجين طبيعي، أم هي نوع من التهجين داخل المصطنع. المعامل والمصطنع. وطبيعي يعني هذه في الحقيقة خطيرة، لأنه لا نعرف ما هي قدرات هذا الحيوان، ما هي يعني هل هو يحمل أمراض، قد يتحمل أمراض لا يتحمل الآخرين، وبالتالي مثل هذه الكائنات. دكتور نحن يعني حاليا بالفعل نرى حضرها. دكتور لا أدري إن كنت تستطيع مشاهدة الصور معنا، هي مقطع من فيديو من هاتف نقال تناقلتها وسائل الإعلام، لا أدري هل تستطيع مشاهدتها؟ للأسف لا يوجد مونيتور أمامي في المركز للأسف، يعني هي فعلا حيوان شكله غريب ولديه أنياب بارزة من فمه. هل يمكن عبر مشاهدة الصور تحديد أو الاقتراب نوعا ما من الحيوان الذي يمكن أن يكون قد نتج عنه هذه الفئة الجديدة، ربما حيوانان مختلفان تزاوجا؟ من المؤكد أن العلماء المختصين في علم الحيوان إذا شاهدوا هذا الحيوان سيستطيعوا أن يحددوا إذا كان فعلا هو نتيجة تهجين، هو من أي الحيوانات التي تم التزاوج بينها نتج هذا الحيوان. وأيضا كما ذكرت لحضرتك أنه من خلال فحص الجينات ودراسة الجينات لهذا الحيوان من الممكن أنه مقارنتها مع جينات الحيوانات التي متواجدة في المنطقة والمعروفة، ومعرفة أيه الحيوانات هذه كانت أقرب لها. طيب وإذا كانت غريبة عن كل ذلك قد يبقى الاحتمال الثالث بأن هناك مختبرات نتاج عمل مخبري في إحدى الاختبارات على الحيوانات هندسة الجينات وأطلقت في هذه البيئة. طيب دكتور، إذا نستنتج بأن هناك ثلاثة أسباب كي نحاول أن نفهم، إما أن تكون حيوانات تزاوجت وأنتجت هذا، حيوانات مختلفة تزاوجت وأنتجت هذا الهجين، إما أن تكون خضعت لاختبارات في مختبرات، وإما وهذا الاحتمال أريد أن أسألك عنه، طفرة طبيعية، إما أن تكون طفرة طبيعية، وإما أن تكون ربما حيوانات عادية تعرضت لنوع من أسلحة أو أشعاعات ما يستخدم في العراق. وهذا بالتحديد ألا يمكن أن يتعرض له أيضا البشر؟ أكيد، يعني البشر نحن نعلم الآن أن نسبة الإصابة في السرطانات في العراق من أعلى النسب في العالم، وهذا مرتبط ارتباط وثيق بما استعمل من أسلحة مشعة في داخل العراق. وأيضا التشوهات على الأجنة، والتي بعضها يعني لا ندري إذا كان هو يعني لا يزال على قيد الحياة، وبعضها قد يموت، يعني بعض الأجنة إذا لم يعني لا تتمكن من الحياة بسبب التشوهات الخلقية التي بتتم بها، وهذا ينطبق على الإنسان وينطبق على الحيوان. وبالتالي من يعني قد يكون من أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث مثل هذا النوع من الحيوانات ووجوده هو نتيجة طفرة بسبب الإشعاعات التي استخدمت في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الفتاح الكيلاني، نقيب أطباء البيطريين في الأردن.